موضوع آخر، تنظم جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط بمختلف المؤسسات التابعة لها الدورة الثانية لحفل الدخول الجامعي برسم الموسم الحالي تحت شعار التربية البيئية والتنمية المستدامة. الدورة تهدف إلى إنجاح الدخول الجامعي، كما ستتخللها محاضرات فكرية وعدة أنشطة موازية. المتابعة من الرباط لأنيس أبو مهدي وعبد الفتاح الزوي. حقوق الإنسان في المغرب بين الاختيارات الوطنية والالتزامات الدولية، موضوع هذه الندوة التي تندرج في إطار الدورة الثانية لحفل الدخول الجامعي لهذه السنة. الأستاذ المحاضر ركز في عرضه على مسألة حقوق الإنسان كخيار استراتيجي بالنسبة للمغرب، وكذا المنجزات التي تم تحقيقها في هذا المجال. المغرب ليس دولة مبتدئة في هذا المجال، فاحنا قطعنا أشواط مهمة في التفاعل مع منظمة الأمم المتحدة. إذا كيف نتفاعل، كيف الباحث يتابع هذا الموضوع، ثم أيضا علاقتنا بأوروبا سواء مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم أو مع مجلس أوروبا واللجنة البرلمانية الأوروبية فيما يتعلق بوضع الذي منح للبرلمان بغرفته شريك من أجل الديمقراطية. في هذا اللقاء اللي سيكون بين أساتذة وطلبة سنطرق المواضيع كثيرة اللي تتجعل الطالب في واحد الاندماج ديالو في الجامعة وكذلك الأساتذة. وتهدف الجامعة من خلال تنظيم هذه الدورة إلى خلق فضاء للتواصل بين مختلف الأطر الجامعية والطلاب ومختلف الفاعلين في القطاع المهني والاجتماعي، كما تهدف الدورة أيضا إلى ترسيخ الوعي البيئي وتحسيس الطلبة بأهمية البيئة والحفاظ عليها.